السلام عليكم يا شباب، هذه فرشاة أسنان ناعمة وهذه فرشاة أسنان متوسطة أو خشنة، أكيد أنك تستخدم واحدة منهم. طيب هذه لها ميزات ولها عيوب، هذه أيضا لها ميزات ولها عيوب، ليه ما نأخذ ميزات حق هذه ونترك عيوبها، ونأخذ ميزات حق هذه ونترك عيوبها؟ كيف الكلام؟ خلينا أوضحك. بس الآن يا شباب معنا هذه الأسنان، حلو الكلام، إن شاء الله الصورة واضحة. هذه الأسنان تتكون، أهم شيء عندنا إحنا ننظفها اللي هو الأسنان، وما بين الأسنان والجيوب اللثوية، إذا تلاحظوا هاي شباب هنا هذه الجيوب اللثوية اللي هي على شكل حرف N مغلوب اللي ما بين الأسنان، هذه الجيوب اللثوية، حلو الكلام. الآن لما تأخذ الفرشة مثلا الخشنة أنت تفرشها كذا صح، تشيل فقط اللي ما بين الأسنان هنا، والصح الشباب كثير يفرشوا بهذه الطريقة، ممتاز، من أجل يشيلوا ما بين الأسنان داخل اللي ما بين الأسنان بقايا الأكل، وكمان يستعينوا بالخيط من أجله، من أجل يشيلوا بقايا الطعام، ممتاز الكلام. الآن في معك الجيوب اللثوية هذه اللي هي على حرف هذه، في داخلها موجود بقايا طعام، إذا أجيت بتشيلها بطريقة التفريش اللي هي الدائرة هكذا، الطريقة هذه كويسة، ركز معي كويسة، لكن بالفرشاة المتوسطة أو الخشنة تعمل على تآكل الجيوب اللثوية، الأطرافها ضعيفة جدا، على طول يطلع لك دم، أكثرهم اللي يجي يفرش أسنان هكذا يلاحظ خروج الدم كثير، وحقه الفرشة خشنة، أول ما يعمل الحركة هذه من أجل الجيوب اللثوية يطلع الدم بكثرة، فلذلك خليك اكتفي بهذه الفرشة فقط، إنك تنظف هكذا ما بين الأسنان، وإنك تنظف هكذا فقط. إذا كنت تبي تنظف ما بين الجيوب اللثوية أنا أنصحك بالفرشة الناعمة، هذا معناته إنك بتستخدم اثنتين، قد تحتاج تستخدم اثنتين. الفرشة الناعمة لما تأخذها وتنظف هكذا دار ما دار الجيوب اللثوية من أجل توصل لها، ما تعمل لك أي خروج في الدم ولا تجرح اللثة، وتوصل للأماكن وتنظف المكان منتهى الأريحية. هذه نصيحة حبيت أقدمها لكم يا شباب، وأنا طبعا أستخدم الطريقة هذه واستفدت منها كثير. وقبل ما أختم وبفضل من الله عز وجل، أحب أرحب 20,000 أخ وأخت في قناتكم، قناة الخواطر الصيدلانية على اليوتيوب، وبإذن الله نسعى بتقديم النصائح والدروس المفيدة. أسأل الله أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.